تشرفت بكتابة المصحف الشريف بعدما شاركت في كتابة المصحف الأثري بالألوان المأثورة بطلب من مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف. وبعد ذلك جات الفرصة باش نكتب المصحف الشريف الذي تشرفت بكتابته بالخط المغربي المبسوط. النص القرآني كتب بالخط المغربي المبسوط، أما عناوين الصور فكتبت بالثلث المغربي، والشهادة كتبت بالخط المجوهر وهو أيضا خط مغربي. طلب مني ذلك مدة سنتان، تقريبا سنتان من العمل وفق برنامج مضبوط. هيئت نفسي بعون الله، ذلك كل ذلك بعون الله، وهيئت ورشة خاصة كنت أعمل بجد واجتهاد، وأجد راحتي حينما أدخل هذه الورشة. أستعين بصوت محمد صديق المنشاوي رحمة الله عليه، ويكون الجو روحاني فتتهيأ للظروف وتزداد الطاقة الربانية التي تؤهلني لكتابة كلامه المبين. أول مشاركة كانت لي في 1995 برواق محمد الفاسي بوزارة الثقافة، حيث شاركت في مسابقة حول كتابة قسم المسيرة الخضراء آنذاك، وكانت فرصة للالتقاء بكبار الخطاطين وتعرفت عليهم آنذاك. اشتدت رغبتي في مواكبة الطريق والالتحاق بإخواني الخطاطين، وأصبحت بعدها أعرض لوحاتي معهم وأشارك في الورشات، أستفيد بالطبع، وكذلك المسابقات الوطنية. فجاءت فرصة مسابقة حول كتابة سورة القدر بالمجلس العلمي المحلي للرباط، وفزت آنذاك بجائزة في الثلث، وهي مكافأة في النسخ، أذكر في النسخ، شجعتني وخضت بعدها تجربة للمشاركة في مسابقات دولية كالمسابقة التي ينظمها مركز الأبحاث للتاريخ والثقافة والفنون الإسلامية بإسطنبول. تواكبت الدورات والمعارض والورشات، فشاركت في المسابقة الدولية الأولى التي نظمتها جمعية صنعة الخط العربي، الجمعية المغربية لصنعة الخط العربي، وفزت آنذاك بمكافأة في الخط المبسوط المغربي. واعتبرت هذه الجائزة هي تشريع تكليف أن أعمل وأن أكون عند حسن ظني أولئك الذين منحوني هذه الشهادة، وبدأت أبحث خاصة في الخط المغربي، وتزامن ذلك مع الدورة الموالية في السنة الموالية مع إحداث جائزة محمد السادس لفن الخط المغربي. هذه الجائزة التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب تخص الخط المغربي بكل أنواعه، يتبارى فيها الخطاطون من كل أنحاء المغرب، ويفوز بها 3 خطاطين: جائزة التفوق في الخط المغربي الرتبة الأولى، جائزة التميز الرتبة الثانية، وجائزة التشجيعية الرتبة الثالثة، وجائزة أخرى مكافأة لأحد الخطاطين الذين أسدوا خدمات للخط المغربي. هناك ملاحظة في هذا المصحف الشريف أني اعتمدت تيسير القراءة لدى الصغير والكبير،
وكتبت بطريقة ميسرة الخط المبسوط. لدينا الكثير مما يقال، ولكن حينما يقرأ الإنسان الملحق الملحق التعريفي بما اعتمد في هذا المصحف الشريف، يمكن له أن يطلع أكثر على كيفية كتابة هذا المصحف وكيفية قراءته. وأختم بأن أشكركم على هذه الزيارة، وأن ينفعكم معنا في أجر كتابة هذا المصحف الشريف الذي نتمنى من الله عز وجل أن يكون لنا شفيعا يوم القيامة.